يأتي هذا فيما دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إيجي في الضفة الغربية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف. وكان البيت الأبيض قال إنه طلب من إسرائيل التحقيق في حادثة وفاة المواطنة الأمريكية بالضفة الغربية، معربا عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالوفاة المأساوية لها. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن الناشطة قتلت أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليها في نابلس. من جانبه أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مقتل ناشطة أمريكية من أصول تركية برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بلينكين قال إن بلاده ستنتظر نتائج التحقيق. أود أن أقدم تعازي الخاصة وتعازي حكومة الولايات المتحدة لعائلة أشنور إزجي. نستنكر هذه الخسارة المأساوية الآن. الأمر الأكثر أهمية هو جمع الحقائق، وهذا بالضبط ما نقوم به حاليا. نركز بشدة على الحصول على تلك الحقائق، وأي إجراءات نتخذها ستكون مبنية على الحقائق. دعونا أولا نعرف بالضبط ما حدث، وسنستخلص النتائج والعواقب الضرورية بناء على ذلك.